تم إيقاف التمويل من البنك الدولي لاستجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر لأسباب سياسية. بهذا التصريح أعاد وزير الطاقة هذا المشروع إلى الواجهة مرتكزاً إلى معطيات وتحاليل في الوقت نفسه. بالمعطيات، مسؤولون في البنك الدولي أبلغوا الوزير في آذار 2022 بأن هناك إعادة نظر في الجدوى السياسية للمشروع ليعيدوا تأكيد ذلك منذ أشهر قليلة، والنتيجة أن المشروع مجمد. أما بالتحليل فمقارنة بسيطة بين تعاطي البنك الدولي مع مشروعين أحدهما زراعي وآخر لتمويل الطاقة المتجددة وبين مشروع استجرار الكهرباء الذي يفوقهما أهمية كفيلة بكشف السبب. القاسم المشترك اللي بيفرق الوحيد بالنسبة لمشروع الغاز المصري بالكهرباء الأردنية هو مرور هذا الموضوع، هذا الغاز، وانتفاع سوريا من هذا العقد. مع العلم أنه كان تم نوعا ما بلورة حل عبر أنه الانتفاع السوري يكون عيني وليس مالي لحتى نتجنب المواضيع عقوبات قانون أيضاً. أكثر من هيك أنا ما بعرف، يعني هون نوصل لمحل هيدي هي التحليلات اللي عندي إياها بالنسبة للشروط اللي كنا حاطينها، هني إنه في شروط ولازم تعمل كل الشروط لحتى نفوت على موضوع التمويل أو تحديداً على موضوع المفاوضات على التمويل، لأنه حتى ما دخلنا على المفاوضات، بينما بالمشروع الثاني تبع الجيت مشي بسرعة كتير وراحوا على المفاوضات أسرع ما يكون. لافت في الموضوع أن البنك الدولي شارك إلى جانب 4 دول عربية في مراجعة تفاصيل العقود 4 الخاصة بالمشروع وتوقيعها، علما أن وزارة الطاقة نفذت سلسلة شروط وأصلاحات وضعها البنك الدولي، ومنها تعيين مدقق في حسابات كهرباء لبنان، إصلاح البنى التحتية، تصحيح تعرفة الكهرباء للمشتركين، تعيين الهيئة الناظمة، إذ تمددت مهلة طلبات الانتساب إليها لغاية 31 آب 2023 لتكون التعويضات المدفوعة لأعضاء الهيئة المعينين بحسب المعايير المعتمدة عالميا. وعليه، إن دل تعاطي البنك الدولي مع هذا القرض على شيء فهو على أن كل الإشارات الإيجابية، لا سيما أبلاغ السفيرة الأمريكية الرئيس السابق ميشيل عون بمساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، كانت مجرد أوهام، ليبقى التعويل حاليا على التطورات الإقليمية الجديدة وانعكاساتها. وبانتظار ذلك، بشرى سارة بشأن التغذية الكهربائية نهاية تموز، فأزمة الفيول حلت مع زيادة الكمية المستوردة من العراق في تجديد الاتفاقية ومع توقيع عقد تجاري مؤخر الدفع لاستخدام الكرود أويل. وعليه، تبقى التغذية رهن الطاقة الإنتاجية للمعامل وصيانتها. اليوم بالتعريفة والإصلاح اللي عملناه وزيادة التعريفة، مش بس بنقدر نغطي كلفة الفيول وأيضا نقدر نغطي كلفة الصيانات اللازمة، ولكن بدنا الوقت اللي لازم لينعمل هذه الصيانة. في بالزهراني وقت رح يكون محتاجينه ليعملوا الصيانة اللي بيسموها الميجر أوفرهول لتاني مجموعة، يمكن كان عندنا 100 وحدة وبدنا نعمل وحدة تاني، وفي صيانات ضرورية كمان لمعامل الزوجية اللي هني ريسيبروكيتينج انجينز، اللي هني كمان لازم يوصل لحل مع المشغل اللي هو اليوم ما عم بيشغلهم للمعامل، لأنه في فترة ما كان في فيول، هلأ صار في فيول بده يشغل المعامل. فهول هني العقبات اللي هني ناطريننا بالنسبة لموضوع زيادة التغذية. حتصير في زيادة التغذية من آخر الصيف، مفروض تزيد التغذية، ولكن لنوصل لعدد ساعات الأقصى بالطاقات لازم كمان يصير في الأوفرهول أو الصيانات الأساسية اللي لازم تصير للمعامل. إلى ذلك، متابعة جدية لتحصيل المستحقات من مخيمات النازحين واللاجئين، فالعدادات موجودة ولا عذر لعدم الدفع، واللبنانيون غير قادرين على تحمل الكلفة خصوصا مع رفع التعرفة.